أستاذ عادل، مصر الدولة اللي كانت قبل 7 سنين ولا 8 سنين كانت محاصرة من كل حدودها الاستراتيجية ومهددة من كل الاتجاهات الاستراتيجية لهذه الدولة. النهاردة بعد أقل من 8 سنين بنلاقي هذه الدولة تقف على كل هذه النواصي بقواعد حربية وبحرية كبيرة، من برنيس على البحر الأحمر جنوبا وصولا إلى أقصى الشمال وقاعدة 3 يوليو قبلها كمان قاعدة محمد نجيب في الساحل الشمالي. شايف حضرتك إزاي هذا التحول؟ يعني خلينا نقول ان هذا التحول هو تحول استراتيجي حديث جدا، لانه عدنا من جديد الى عصر القواعد الحربيه. زمان كانت الدول الكبرى هي التي تستاجر القواعد في الدول المختلفه لبحثا عن مصالحها. الان القواعد العسكريه او القواعد الحربيه المختلفه جويا وبحريا وبريا هي أساس دلوقتي حماية الدولة. حماية الدولة وحماية مصالحها أولاً من الخلافات الإقليمية اللي موجودة، يعني على سبيل المثال قاعدة برنيس بتحمي قناة السويس، وكلنا والعالم كله شهد عندما حدثت أزمة السفينة الجانحة أن الدنيا وقفت وأن الاقتصاد خسر. ومن ثم ايضا فيما قبل لقينا ان هناك محاولات ايضا لتعطيل بعد 30 يونيو بالذات، كانت هناك محاولات لضرب بعض السفن ولتعطيل القيام بعمليات ارهابيه في هذه المنطقه. ومن ثم مثل هذه القاعده ان بتحمي قناه السويس، ومن ثم تجعل من المستحيل ان يفكر اي شخص مهما كان مختل عقليا ان يفعل او يقوم بعمليه ضد قناه السويس. ايضا وجدنا أن القواعد في المنطقه الغربيه ادت الى ايه؟ ادت الى توازن هائل جدا والى تراجع اطراف اخرى مضاده لمصر كانت في ليبيا وفي المنطقه صحيح. الحدود الغربيه. هذا اللي انا عايز اقوله، أن القواعد العسكريه هي الكور الاساسي دلوقتي للعمل العسكري، لانها تتضمن اماكن عمليات، تتضمن توافق بين الاسلحه المختلفه، تتضمن اماكن للياقه الجنود ولتدريباتهم، وايضا بنجد انها فرصه ايضا لعمل ما يمكن وصفه بالمناورات المشتركه مع اطراف مختلفه. صحيح. ولو احنا رجعنا المناورات المشتركه بين مصر والدول التي شاركتها في هذه المناورات هنجد عدد هائل جدا من الدول، وكل منها كان يسعى أن يكون لمصر رصيف المناورة، لأنه في المناورة المشتركة لأنه مصر أصبحت قوة إقليمية تستطيع أن تحمي منطقة الشرق المتوسط بكل ما فيه من صراعات الغاز. ومن ثم بنجد أن هناك تحالفات بين مصر من ناحية واليونان وفرنسا وقبرص وكريت من ناحية أخرى. بنجد أن قضية البحر الأحمر بكل اقترابه أيضا من منطقة باب المندب والقرن الافريقي بكل ما فيه من تداعيات قضيه النهر، قضيه النيل بكل ما نعرفه. اذا هذه القواعد هي الكور او العصب او العمود الفقري الجديد للتفكير العسكري اللي العالم كله بيعود اليه بشكل او باخر. استاذ عادل، اذا كانت الدوله المصريه اللي نشات بعد 30 يوليو قدرت ان هي يعني تكسب الرهان امام كل التحديات العسكريه اللي كانت بتواجهها والتهديد الاستراتيجي اللي كان بيواجهها، ولكن كمان قدرت ان هي تتغلب على تحديات اقتصاديه وتحديات داخليه في وقت كان الاحتياطي الاستراتيجي في ادنى مستوياته، الوضع الداخلي صعب، مؤسسات كتير جدا تعرضت للتدمير وتعرضت للتهالك من 2011 وحتى 2014، 4 سنين الاقتصاد بينهار، الصناعة بتنهار، التجارة بتنهار. شفت ازاي الدولة الجديدة بعد 3 يوليو قدرت تعمل بلغة الكرة ريمونتادا، قدرت ترجع مرة تانية وتحقق انتصار؟ يعني كانت الرسالة التي لم يتوقف عن ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المصريين يجب أن يكونوا متحدين، أن المصريين يجب أن يعملوا، أن المصريين يجب أن يعبروا عنق الزجاجة، أن المصريين يجب أن يحافظوا على الدولة. هذه الرسالة الحقيقة كانت رسالة مهمة جدا.
وجرى تطبيقها من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي نمره واحد استقرار الامن. لعلنا نتذكر عمليات التدميرات الارهابيه التي جرت بعد 30 يونيو، عمليات تدمير الامن، عمليات مديريات الامن، الاغتيالات اللي جرت صحيح. في ضباط الشرطه، الارهاب الذي كان في سيناء. كل هذه الامور كان من الضروري انها تعطل عمليه التنميه، بدعوه انه اعتقد انه كان هناك شعار بعد 67 لا صوت يعلو فوق صوت المعركه، وكانت المعركه باستمرار معركه محدوده ولها وقت محدد ولها تداعيات سهله جدا، كما يعني مش سهله طبعا، يعني بقصد كان لها نطاق، لها حيز على الاقل معروف، لها يعني حدود، لها حدود بالظبط. معروف. اما معركتك مع الارهاب فهي مستمره وتتعامل مع ما يمكن وصفه الشخص المشابه ليك، انت ما تعرفش مين العدو ومين الصديق، ما تعرفش اللي جنبك، زي ما الامريكان بيقول سليمينج النوم مع العدو. فحضرتك مظبوط هنا الحقيقه ما جرى في سيناء من تضحيات كانت دليل على ان المصريين مستعدين ومصرين على ان تكون هذه الدوله قويه ومستمره ومتصله، وانه لا احد يستطيع ان يوقف نبوه. اللي انا بقصده هنا ايه؟ ان قضيه الامن هي القضيه الاساسيه التي يجب ان يشعر بها الانسان. بدون امن مش هتقدر تشتغل، بدون امن مش هتفكر، بدون امن مش هتعمل، بدون امن مش هتنتج، بدون امن مش هتتحرك. الامن كان هو القضيه المهمه جدا التي نجحنا من اول اختبار فيها. الحاجه الثانيه انك يجب ان تحاول ان تعيد الهيبه لمؤسسات الدوله. حصل انهيار في القيمه، في قيمه هذه المؤسسات. مش عايز اذكر المؤسسات بالاسم والتطاول عليها، ولكن هذا حدث ايام الاخوان. وجدنا انه في رغبه في انك تطيح بالنائب العام في ثانيه واحده، تجيب النائب العام الملاكي بتاعك، انك تطلع اعلان دستوري يعني تحصن فيه كل قراراتك بشكل او باخر، وده كان اقوى مسمار في نعش النظام. ايضا استخدمت الرصاص في قتل الناس، ويمكن هنا الحقيقه يعني لعلها فرصه ان اعيد ذكر زميلي العزيز الاستاذ الحسين ابو ضيف رحمه الله عليه، مظبوط، ربنا يرحمه، لانه لا زال نشهد اغتياله. الساعه 4 الصبح رحنا على مستشفى وكان في حاله صعبه جدا، ربنا يرحمه. وكان هو نتيجه الحسين ابو ضيف الحقيقه، زي ما الاستاذ احمد فايق قال في فيلم القرار، انه الحسيني اعطينا له، انا جبت مجموعه اوراق لنحقق فيها، كانت على فساد شقيق زوجة محمد مرسي، كان مهندس في حي من احياء مصر الجديده، وتعرض وقام بعمليه اختلاس واضحه جدا وسجن. اول قرار لمرسي كان الاعفاء عن زوج عن شقيق زوجته، اخو مراته المحبوس أخو في قضيه رشوه. ادي واحد. اثنين، ايضا وجدنا ان عدد كبير جدا من الناس الارهابيين محكوم عليهم، بعضهم كان محكوم بالاعدام، وجدنا فيه نوع من البراءه. هنا احب اضيف حاجه مهمه جدا. عايز اقول لك انه الشعب كله قبل حتى 30 يونيو كان هو اللي بيمولنا بهذه الماده. يعني كتير من يعني مثلا فجاه انا اجد في شخص جاي مجهول جدا جاي بظرف فيه مستندات على انه قرارات اللي طلعها محمد مرسي للاعفاء عن الارهابيين. واحد تاني جايب الورق الخاص بيه شقيق زوجة محمد مرسي. واحد تالت جاب لنا الفواتير التي استهلكتها الناس نفسها، ما كانتش راضية عن طريقة حكم مش مرسي، ومرسي ما كانش بيحكم عن طريقة حكم الجماعة صحيح. او مكتب الارشاد صحيح. يعني طيب.